القانون اللي بنعوض فيه ان كيو كيو اس اس بتساوي ايه؟ سي في البي ار سكوير ناقص البوتوم هول في لونج بريشر سكوير اس ايه؟ اس ام. يبقى انا اول حاجه هعملها هعمل ايه؟ والله يا هندسه هجيب الدلتا بي سكوير، ادي عندي كيو واجيب الدلتا بي سكوير، تمام؟ وهجيب اللوج بتاع كيو والدلتا بي سكوير، تمام؟ ادي اللوج كيو اس سي، وهنا هجيب اللوج بتاع الدلتا بي سكوير، تمام؟ قال لي اول حاجه كيو احنا هنكتب هنا ام ام ستاندر كيوبيك فيت عشان ما ننساهاش، مديها لي اول حاجه ب 2 و6، بعد كده ب 3 و3، بعد كده ب 5، اخر حاجه ب 6 و3. كان الدلتا بي ايه بقى؟ اول حاجه عندي مديها لي ايه؟ ان البريشر ب 1952، يبقى هقول الدلتا بي سكوير هتبقى 1952 سكوير ناقص 1761 سكوير، طلع بكام؟ طلع ب 709183. هنكتبها احنا ازاي بقى؟ هنكتبها مثلا 709 في 10 اس 3، تمام؟ عشان نسهل الحاجه. جبنا دي، نعرف نعمل نفس الكلام لكل الضغوط، نعرف نعمل الكلام ده. هيبقى عندي الفترة الثانية عندي ال 3 و3 هتبقى 1952 سكوير ناقص كام؟ 1649. ادي عندي 1600 كام؟ 94، تمام؟ طلع عندي 940668، تمام؟ يعني ممكن نقولها ايه؟ 941 في 10 اس 3. هعمل الكلام ده للباقي، هتبقى عندي 1530 في 10 اس 3، هنا هتبقى ب 2070 في 10 اس 3، تمام؟ اجيب اللوج بتاع ده وبتاع ده عشان ايه؟ نرسمه. هتبقى هنا اللوج ب 6 و14، هنا ايه؟ ب 6 52، هنا 6 و7، هنا ب 6 و8، تمام؟ هنا 5 85، 6 هتبقى 6 و18، هتبقى هنا 6 316. عايز وانا بكتب النتائج دي انا بس عايز اختصر معاكم، باخد مثال او اثنين ايه بنحسبه مع الاله الحاسبه. عايز انتوا برضو تحلوا المساله وتعملوا تشيك لو في اي حاجه برضو تعرفوني، تمام؟ بعد كده بعد ما بجيب ده بقوم ايه؟ بقوم راسم، تمام؟ احنا هنا هنرسم حاجه، هناخد الايه؟ الكيو مع الدلتا بي سكوير اللي معاه بقى ايه؟ اللوج لوج ايه بيبر يرسم، تمام؟ هرسم انا، هقوم واخد ايه؟ هقوم واخد الكيو اس سي مع ايه؟ مع الدلتا بي سكوير، تمام؟ امثل النقط دي بقى، لما كان عندي كيو ب 2 و6، ادي كيو ب 2 و6، كانت عندي الدلتا بي سكوير كام؟ هقول لكم بكام، احنا في الاول هنرقم، ادي 0 1، نبين بس الارقام 2 3 4 5 6 7، تمام؟ تمام. تبقى كده بس؟ لا، هنضرب كام؟ في 10 اس 6 عشان تبقى ستاندر كيوبيك فيت، او اكتب ايه؟ ام ام ستاندر كيوبيك فيت، تمام؟ تمام. هنا الدلتا بي سكوير هناخدها كده وهنضرب في كام؟ في 10 اس 3، هنخليها كام بقى؟ هنخليها 200 400 600 800 1000 1200 1400 1000 و كام 1400 1600 1800 و2000، تمام؟ تمام. هنرسم بقى ازاي؟ عندي اول حاجه لما كان الكيو بتساوي 2 و6 كان عندي كام؟ كان عندي 709، ادي كيو هكتب 700، ادي ده 700 هتبقى 709 هنا. بعد كده لما كان عندي 3 و3، ادي 3 و3 كانت عندي ايه؟ الدلتا بي سكوير بكام؟ ب 941، ادي 940. بعد كده لما كان عندي ب 5، ادي ال 5 كان عندي البريشر بكام؟ ب 1530، ادي 1500 وادي 1500، تمام؟ وادي 30.
بعد كده لما كان عندي بعد الخمسة بعد كده كام؟ لما كان عندي ب 36، ادي ال 36 كان البريشر عندي بكام؟ كان ب 2070، ادي عندي 2000، ادي 2200 عندي ب 2070، فين ال 2070؟ ادي 2000 ده 2100، ادي ال 2070 مع ال 36 تمام؟ هتبقى هنا ال 2070. نعرف نرسم؟ نعرف نرسم يا هندسة، ناخد ايه؟ البيست فيت عندنا. ده تقريبا كده هتمر بالايه؟ تمام، نخليها انا كده، هيمر ايه بالتلات ايه؟ نقاط عندنا. ده الايه؟ ده عبارة عن اللاين بتاعنا. تمام، نمسح الخط القديم ده. ده عندي طلع الايه؟ البيست فيت. تمام؟ تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب ايه بقى؟ أول حاجة بنجيبها ايه؟ هنجيب الـ N. الـ N بتساوي ايه؟ بتساوي log Q2 ناقص log Q1 على log دلتا بي 2 سكوير ناقص لوج دلتا بي 1 سكوير.